انا كنحب هاد السياقه بزاف، انا صديقه للبيئه بزاف. انا واخا نهضر ما غنعبرش داكشي اللي الحمد لله السياقه زعما اللي بغات زعما تلتحق. الحمد لله عندنا تشجيع بزاف. القاضي بشرى، متزوجة، عندي أطفال، أنا كنسكن في تمارة. وبالنسبة لي أنا سائقة مهنية مع شركة سيتي باس ألزا، دفعت لهم السي في ديالي دابا لمدة عام، وخضعت واحد فورماسيون، ومن بعد خدمت بشركة دابا عام وخضعنا الفورماسيون. الحمد لله الشركة كتفتح البيبان للنساء بزاف، والحمد لله ما لقينا استقبال زوين، والشركة في أحسن مستوى. السياقة دابا بديتها عام مع سيتي باس، سيتي ألزا سيتي باس، ومن بعد جاو هاد الحافلة ديال إلكتريك وخضعنا تاهما الفورماسيون ديالهم، والحمد لله السياقة ديالهم جاتني أحسن من الأخرى. أنا كنحب هاد السياقة بزاف، والحمد لله رب الحمد لله حنا غاديين معاهم، وتا الشركة غادا معنا في المستوى، زعما ماشي ديك الشركة اللي صافي كتدفع كتمشي، لا خدات معنا فورماسيون ومتابعانا ماشي زعما، والحمد لله فاتحه الابواب ديالها للنساء. وكنتمنى لجميع اللي عندهم النساء اللي بغاو يلتحقوا يلتحقوا بالشركه. مقارنه معهم هادو جاوني احسن من الاخرين. انا صديقه للبيئه بزاف ومرتاحه ليا انا فيها، لقيت فيها الامتيازات احسن من الاخرى. بالنسبه للراحه ديالي ولا كل شيء فيها مزيان، حتى الراكب الا طلع غيطلع بحاجه مزيانه. لا الحمد لله ما عمرنا لقينا شي صعوبه، الحمد لله عندنا تشجيع بزاف من الزبلاء. عادي بالعكس تيفرحوا بزاف، عندهم الفرح بزاف لان مرا سايقة بهم، عادي كتجيهم كيفرحوا بزاف، كنشوف الابتسامة ديالهم. الحلم ديالي هو ان نكون بخير وعلى خير، ونتمنوا نزيدوا مع الشركة القدام لانها شركة في المستوى الحمد لله، لا من الادارة ديالها ولا من كل شيء مساندينك من اي ناحية. رسالتي لكل مغربية لأنها اللي عندها البيرمي واللي بغات زعما، راه اش غادي نقول لكم، راه انا واخا نهضر ما غنعبرش داكشي اللي الحمد لله السياقة زعما اللي بغات زعما تلتحق. احسن خدمة شريفة الحمد لله، الحمد لله من جهة الزبناء لا من جهة الشركة ديالي ولا من كل شيء، مساندانا في اي لحظة. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.